السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راه يوم جديد. اليوم رانا 12/12/2018. راني أمس كنت ندير لكم واحد الفيديوهات عن التشحيم وما كملتلكمش الفيديوهات تاع التشحيم، كانوا يأتوا متقطعين وكنت أخطأ في الكلام. راني لست أركب في الفيديوهات، راني مباشرة أبث فيهم مثل ما راني نتكلم. قلت لكم التشحيم يوجد تشحيم اوتوماتيكي في رافعات، سبحان الله حتى الالات تاع الصينيين بداو يشعلوا فيهم، يقلدوا يشعلوا فيهم العلب بالتشحيم الاوتوماتيكيه. هذاك التشحيم راه كاين تشحيم خاص تاع ديك العلبه، راه خاص ليس مثل التشحيم العادي. لان لماذا خاص؟ لان التشحيم العادي تشحم مباشره، لكن هذا التشحيم تاع العلب راه يمر في خراطيم، وديك الخراطيم تكون طويلة ممكن تصل إلى مترين أو 3 أمتار. معها الشتاء وحالة البرودة وعامل عوامل طبيعية، في الشتاء يتقلص هذاك التشحيم، يتقلص وإن جعلت لها تشحيم عادي يجب تجعل لها تشحيم خاص مضاد للتجمد. أظنه مضاد للتجمد، لست متأكد لك، أظنه خاص مضاد للتجمد، لأن من حين لآخر أنا أجد العلبة مجمدة، ليس مجمدة مثل الماء لكن مجمدة، لا تستطيع أن تمشي في وسط الخراطيم. ما لا أفتحها وأنا قاعد أفتحها ثم أغيرها من جديد وأنظفها وأغيرها قاعد من جديد، وأغير التشحيم قاعد من جديد. المهم التشحيم تاع الجروف، التشحيم تاع الجروف فيها علبتين، علبة أوتوماتيكية من الأسفل وعلبة أوتوماتيكية من الأعلى. هذيك العلبة الأوتوماتيكية من الأسفل تشحم النظام الهيدروليكي، ليس الخراطيم لكن مفاصل الهيدرو تاع الهيدروليك، هذيك تشحمها أوتوماتيكيا، تشحمها عندما تكون الرافعة تمشي، لكن عندما تكون متوقفة ما تشحمش، تشحم عندما تكون الرافعة تمشي أوتوماتيكيا. وهذيك العلبة تاع التشحيم راه فيها واحد الساعة وفيها تنجم تستطيع تضبطها حسب الوقت. انا راني مسيتها مره، لكن ذاك الوقت اللي كنت نمس فيها وكنت اتعلم لها ما كنتش ندير في الفيديوهات. لو كنت اجعل فيديوهات لجعلت لكم فيديو، ولست متمرن فيها جيدا، لكن حسب ما قرات وحسب ما فهمت فيها بالدقائق تستطيع ان تغير الدقائق، مثال كل دقائق 3 دقائق تشحم، او كل مثال دقيقه تشحم حسب العوامل الطبيعيه. المهم اللي تاخذ الفائده، انت ممكن راك ما تحتاجهمش لكن اللي تكون عندك معلومه في راسك فقط. تبقى العلبه الفوق كذلك مختصه بالتشحيم الفوق اوتوماتيكي، الجهه العلويه فيها تاع فيها مفاصل تاع السهم ومفاصل تاع الروتاسيون. الروتاسيون فيها من الداخل ليس من الخارج، من الداخل الروتاسيون. المهم فيها حوالي 8 أماكن تاع التشحيم، واللاكس تاع السهم هنا يوجد هنا لاكس، ويوجد لاكس في لاكس من اليمين لاكس من اليسار. المهم حوالي 8 أو 6 خراطيم. تبقى في هذه التيراكس توجد كذلك يدويا لكن ليس اوتوماتيكيا حوالي 6 خراطيم أو 8 خراطيم. مثال انت تدخل انبوب التشحيم تدخله في خرطوم واحد فقط، انت تشحم خرطوم واحد وهي تذهب الى 5 خراطيم، توزع على 5 خراطيم، فهمتوا؟ كذلك هذيك تقريبا نصف اوتوماتيكيه، ليس نصف ميكانيكيه، ليست اوتوماتيكيه، مع انت ما تحتاج انك تذهب الى اللاكس للفوق او الاسفل، تشحم واحد فقط وتذهب جميع الخراطيم. ممكن هي راه تاع الروتاسيون، لست متاكده، ممكن تاع الروتاسيون فقط، لاني لم ارى في المفاصل الفوق لم أرى خراطيم، لأن في ليبر وفي الجروف تجد خراطيم واصلة حتى للمفاصل، أنا رأيتها كم من مرة وكم من مرة أنزعها وأنظفها. المهم لا علينا، هذه تاع الأوتوماتيكية. تبقى لك التشحيم اليدوي، يجب أن تتبع جميع مفاصل اللي من الأسفل، والتشحيم راك تشحم بعد النظافة، مثال راك تنظفها بالكارشير هذاك تاع منظف الماء، ذاك اللي فيه الضغط العالي، تنظفها جيدا بعد ذلك تشحمها. انا ماذا كنت انفعل عندما كنت انظف الرافعه؟ انظفها ثم اذهب بها الى مكان تشحيم، اصعد كل مستوى التوازين الفوق
وأدير العجلات من جهة واحدة، مثال أجعلها مشي سلطان من هذه الجهة وشحم كل هذه الجهة، ثم أجعل مشي سلطان من الجهة الأخرى، دور العجلات من الجهة اليمين ومن بعد اليسار ثم أشحمها. راهم هما عمال تاع التشحيم، راه يوجد مبتدئين، قلت لكم يوجد مبتدئين ما يعرفش تجدوا لا يعرف، من الأحسن تكون معه دائما، لأنه ممكن يمر على أماكن، استغفر الله يا ربي، مش القروف اللي كنت نشحمها يمين ويسار، مش القروف، القروف كانت تشحم أوتوماتيكي، رافعة أخرى ليبر أظن على معلومة، إيه ليبر 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 قديمة، ليبر قديمة 80 طن، اسمحوا لي راني من حين آخر أخطأ، القروف اللي كنت أقود فيها 55 طن تشحم أوتوماتيكي من الأسفل، راني في الفيديو هذا قلت لكم الأوتوماتيكي. انت ممكن تقول في نفسك لماذا قال اوتوماتيكيين، ومن بعد قال راني ندور العجلات، راها في الرافعه 80 طن، في الرافعه 80 طن ليبر القديمه، الجديده اظن حتى القديمه حتى الجديده ما فيهاش اوتوماتيكيين من الاسفل، ما فيهاش اوتوماتيكيين من الاسفل على ما اعتقد، ليبر ما فيهاش اوتوماتيكي من الاسفل، فيها اوتوماتيكي من الفوق فقط، مع ذلك انت راك تشحمها من الاسفل يدوي. الجديدة لم أراها بعيني، لكن عندما أراها لأني أنا بالمناسبة أنا راني ما قدتش قدت ليبر، ما قدتهاش كثير باش تكونوا على بالكم، أنا ما قدتهاش كثير ليبر، قدتها حوالي سنة أو سنة ونصف، قدت في القديمة لكن الجديدة هذه ما قدتهاش كثير، كنت من حين آخر فقط، مثال يذهب عامل في عطلة ولم يجدوا عامل يعطوني أقود في يومين أو ثلاثة، لكن قدت في الجروف ليبر القديمه قدت فيها مثل 80 طن، قدت في يعني على الجديده تاع 2017 انا ما قدتهاش كثير، تقريبا قدتها حوالي شهرين او اقل الجديده هذيك، وممكن من الامام ان شاء الله هنا جابوا لنا الحمد لله احنا رافعات جديده 90 طن، لكن الحمد لله انا مش محتاج مثال نقودها، مثال راني نعرف لها الحمد لله نعرف لها، ما عنديش مشكل فيها، مثال ما عنديش مشكل في الرافعة، مثال الحمد لله الحمد لله على كل حال. بالمناسبة راه كلمني واحد فقط اليوم قال لي راني راح ندير فيه اختبار على رافعة 90 طن وما يعرف لهاش، راني وجهته الفيديوهات ان شاء الله يتعلمها. هذا التشحيم قلت لكم هذا التشحيم يجب ان تقف مع صاحب التشحيم وتستلطفه بالكلام، راني دائما الانسان دائما يستلطف، نقول احنا تستلطفه من قلبك مش لكي تناور فقط، قال بارك الله فيك ويرحم والديك وربي يعاونك وراك تهليت فيا، راك هذه المره راك درت لها تشحيم جيد، فهمت؟ حتى تعزيت هذاك كلمه بهالطريقه هذه، عباك بهالطريقه انت يكون هو يعمل بجد ما يتهاولكش، وممكن انت ما تكونش حاضر كاع، ما تكونش حاضر هو يعمل لك عمل جيد. انا هذه طريقتي مع العمال، لان حتى عامل اي عامل بسيط راك كان تجرحه بالكلام في قلبه ممكن يشعر بالاسى، مثل ما تقولش في نفسك راه عامل بسيط، مثال انت راك قاعد رافعه وعامل بسيط تجرحه بالكلام، من الاحسن ما تجرحوش بالكلام، ولا تقول هذه خدمتك انت الله يسهل عليك اخدم مثال، ولا مهم تقول له كلام جارح، ما تجرحوش مهما كان راه عنده قلب وعنده دم يحس، ما تجرحوش بالكلام. انا سمعت انا كثير من العمال خاصه مثال يعد في المرتبه اكثر منه يقول هذه الهضره، يتكلم بهذا الكلام ويجرحه هو في قلبه، يقول والله ما نخدم له كاع، ولا قادر يدير لك شيء، قادر يفعل لك شيء اللي مثلا انت تندم عليه. المهم انت استلطفه بالكلام، ما تقولوش هذه خدمتك اخدمه الله يسهل عليك، مثال واحد الكلام كيما هكا، ما تقولوش كيما هكا، بالعكس تبارك الله فيك وراك تخدم في خدمه، هذه خدمه رجاله، وكي تروح ان شاء الله للدار راك تبدل قشك تولي نظيف، وفهمت بهذه العقليه هو يبدا يشعر بانه واثق من نفسه ويعمل لك بجد، يعمل لك باختصار يعمل لك بجد. هذه طريقه التشحيم الاوتوماتيكيه، تبقى لكم طريقه التشحيم اليدويه سوف اتكلم عليها. السلام عليكم ورحمه الله.